حظ الحمائم بالبقاء، الحمائم اللي لا تناطح ولا تغزو ولا تفترس أكثر من حظ الصقور. أنا اعتذرت عن الاستمرار بالحياة الرهبانية، وكمان اعتذرت عن الاستمرار بالحياة العسكرية. سيدنا نوح عليه السلام كان وسيلة لإنقاذ البشرية بفلكه الأسطوري المقدس. بعده أتحفنا هوميروس عن المراكب الشراعية، كيف هي صنعت التاريخ والأمم والإمبراطوريات والتبادل البشري. فكان لابد من أنه كمان نوظف الشمس بخدمة البشرية. كنت أنا جيل الخامس بعد هؤلاء الرواد، ففكرت صنع مركب يعمل بالطاقة الشمسية. الطاقة هي القوة وهي الغذاء وهي القدرة والشبع. البراءة هي إيصال، نظرياً بتأمن حماية كونها تمر من القضاء، وغالباً يعني يخشى أنه قضاءنا يكون قدر.